معانا على الهاتف دكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزيرة التضامن لمبادرة حياة كريمة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. يعني موضوع حياة كريمة، أنا شخصيا عن نفسي دايما بقول إنه لو ما كانتش الدولة المصرية بتعمل حاجة غير حياة كريمة فهي عملت إنجاز يعني يذكره التاريخ. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الخطوات اللي ابتدت أو اللي تم تنفيذها مبدئيا في مبادرة حياة كريمة، في مشروع تطوير الكرة. احنا بنتكلم عن المرحلة الثانية من المبادرة. أيوة. المرحلة الأولى فخامة الرئيس أطلقها منذ بداية عام 2019، حققت نتائج إيجابية جدا جدا على طبيعة حياة السكان في القرى الأكثر احتياجا في ذلك التوقيت. مع نهاية 2020 فخامة الرئيس وجه بتوسيع الاستفادة من المبادرة لتشمل كل قرى الريف المصري. احنا بنتكلم عن مشروع زي ما حضرتك قلت غير مسبوق على الإطلاق في تنمية الريف المصري، وأظن أنه غير مسبوق على الإطلاق في تطوير المناطق الريفية على مستوى العالم. احنا بنتكلم على مشروع بيستهدف تطوير جميع قرى الريف، تحسين نوعية حياة جميع السكان في المناطق الريفية بتاحت مخصصات غير مسبوقة على الإطلاق في مشروعات شبيهة ومثلة سواء في مصر أو في أي دولة من دول العالم. بنتكلم عن فترة زمنية قصيرة جدا للتنفيذ، تبلغ 3 سنوات، مستهدف فيها تقديم كل الخدمات الممكنة سواء في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الخدمية والمرافق، أو في قطاع التنمية الاقتصادية، أو في قطاع التنمية الاجتماعية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للسكان، أو حتى مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. المشروع يا فندم بيستهدف تقريبا 58% من سكان مصر، بتشتغل في كل الوزارات وكل القطاعات المصرية، وأيضا بيدخل فيه المجتمع المدني. مشروع زي ده من المشاريع اللي هي يعني بتهتم قوي إنه إنجازها يكون عن طريق المنتج المحلي أو يعني مصري صرف، وإن العمالة كمان تكون من قلب القرى. في وجهة نظر حضرتك هذا المشروع ممكن يغير وجه مصر إزاي أو يغير شكل مستقبل مصر إزاي؟ خلينا نعترف، السكان الريف عانوا لفترات طويلة جدا جدا من نقص الخدمات، من قلة فرص العمل، من عدم الاهتمام. احنا بنشوف مناطق ريفية تقريبا محرومة بشكل كبير جدا من الخدمات اللي بيتم تقديمها ليهم، بيعانوا بدرجة كبيرة جدا من الحصول على هذه الخدمات، سواء الانتقال لمسافات طويلة أو اللجوء لمناطق حضرية وأحيانا اللجوء لمحافظات مجاورة عشان الاستفادة من الخدمة. حياة كريمة بتحسن نوعية الخدمات المقدمة للسكان في هذه المناطق، بتقلل بحد كبير جدا الفجوة اللي موجودة بين الخدمات المتاحة على مستوى الحضر مقارنة بين الخدمات اللي موجودة على مستوى الريف. خلينا نعترف ان المناطق الريفية شهدت تغيرات وما زالت تشهد الحقيقة تغيرات خلال 20-30 سنة اللي فاتوا، ومع ذلك كان في حرمان شديد جدا في البرامج اللي بتستهدف تنمية المناطق الريفية. نقدر نقول بكل اطمئنان على مدار 200 سنة اللي فاتوا منذ بدايات النهضة في عصر محمد علي لحد النهاردة تقريبا. من عصر محمد علي ما حدش اهتم او القى نظرة على الريف المصري بالضبط، بس احنا بنتكلم عن مشروع ضخم، مشروع قومي، الاثر بتاعه سواء بعدد المستفيدين منه او بطبيعه الخدمات المقدمه، طبيعه الاستفادات اللي بيتم الحصول عليها، هو مشروع لا يقل اهميه عن انشاء قناه السويس في حد ذاتها، عن انشاء السد العالي في حد ذاته. احنا بنتكلم عن مشروع غير مسبوق من هذه الزاويه، من اتاحه مخصصات. ما فيش دوله النهارده في ظل الظروف الاقتصاديه اللي العالم كله بيعاني منها بتتيح 700 مليار، ده رقم ضخم جدا طبعا، عشان يتصرفوا لمشروع تنموي بيحقق بكل ثقة كتير من الخلل في ميزان العدالة الاجتماعية اللي كان موجود سواء بين قطاعات اجتماعية، بين طبقات اجتماعية أو مناطق جغرافية بين الريف والحضر. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزيرة التضامن لمبادرة حياة كريمة. والحقيقة الدكتور خالد قال إنه مشروع لا يقل أهمية عن قناة السويس، أنا بشوف إنه هو لا يقل أهمية لأنه بيستهدف المواطن المصري اللي فعلا على مدار 200 سنة كان محتاج انه يعيش بقى حياة كريمة في الريف المصري.